فريق بريغل الالماني الكير لارسن. نحكي على 85 عام سكوديتو يا إلاس فيرونا. ترجع الكرة مرة أخرى، 1-2 وضربة جزاء لروما، ضربة جزاء لروما. 3-1 أم 3-0 لعشاق ليوفنتوس. بوفون سيمنع فريق روما من هدف، قد يكون الأول اللي يقبله بوفون في تورينو. 2-0 بارما، 2-0 كييفو، حاليا 3 بليس. يتقدم أوزوالدو، أوزوالدو الجول، أوزوالدو الجول، أوزوالدو الجول، ريتي دي لروما. روما يظل الفارق، يظل الفارق روما في الدقيقة 68. أي أثر لهذا الهدف، أي تأثير لهذا الجول وضربة الجزاء. روما سيحاول يتقدم أكثر ل 3-2 مينيموم، واليوفي ممكن الآن باش ترجع فيه الروح، لأن روما اقترب أو روما بدأ يناكش.